سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله الشيخ علي حمد الأسدي، شلونك شيخنا؟ حبيبي الله يخليك. حياك الله. يا شيخ أخذ من وقتك 10 ثواني فقط يا شيخ. تفضل. حياك الله. يا شيخ، لماذا ذكر العدس والبصل في القرآن وعدسها وبصلها ولم يذكر إمامة الإمام اللي هي ركن من أركان الدين؟ سؤال صعب يا شيخ. شيخ علي حمزة، أنا بسجل وهيرفع اليوتيوب إن شاء الله، وعوام الشيعة كلهم هيسمعوا يعني هروب حضرتك. عجيب والله، يعني فتح الخط وانزعجت من السؤال. هي دي الإمامة، يمكن العدس والبصل أهم من الإمامة؟ يمكن العدس والبصل أهم من الإمامة يعني عند في القرآن، وأهم للمسلمين من إمامة الإمامية اللي كفرتوا عليها الناس؟ أغلق الشيخ علي حمزة الأسدي، وما زال يعني صفع متوالي على رؤوس هؤلاء المجرمين.